دير الخشمه داك بالشيبس. اييه شيبس بعدا هو نوع من الفقاس، شيبس بصلة عندنا في قصريه، ربعه ديال الفورس 250 غرام ديال الفورس، كنزيدها فرماجه وحده مربعه، فرماجه وحده مربعه، 50 غرام ديال الزبده تكون رطبه، ومعلقه صغيره، معلقه صغيره حتى معلقه ونص ديال البصله يابسه اللي كتبغي نسمد البصله دير حتى جوج معالق صغار ديال البصله يابسه، ومعلقه صغيره ديال التحميره، ونص معلقه صغيره ديال الملحه، ومعلقه صغيره ديال العطريه المكسيكيه. غادي نرمل هاد العناصر كلها، ربعه ديال الفرس، فرماجه مربعه، 50 غرام ديال الزبده، ومعلقه صغيره ونص ديال البصله يابسه، ومعلقه صغيره ديال التحميره، ونص معلقه صغيره ديال الملحه، ومعلقه صغيره ديال العطريه المكسيكيه. كنحاول نبسس هاد العناصر كلها حتى كيترمل ليا داك الفرس، ونجمع بشويه ديال الماء دافي، ما فيها لا خميره لا بيض لا حتى شي حاجه، كنجمع غير بالماء دافي، وكنحاول ندلكها غير شويه بحال اللي كندلك العجينه ديال الكعبه فال ولا صافي، كندلكها غير واحد شويه، كنخليها كترتاح واحد 10 دقائق غير هكذا حتى يعني بلا ثلاجه ولا شي حاجه، وكنسرحها ما بين جوج بلاستيكات تكون رقيقه بزاف، ولا تخرجيها في هذيك الاله الخاصه بالشباكيه ماكينه. اي خاصها تكون رقيقه بزاف، واما كتقطعها سيده دوائر باش كتجي مدوره بحال الشيبس. انا قطعتها مربع بمرسم مربع، وهذاك المربع كنت عاودت على جوج مثلات، ودرتهم في الطاوه، دخلتهم الفران حتى كيتحمروا بالصحه والراحه، كيجيو مقرمشين، وهذاك المذاق ديال العطريه المكسيكيه مع البصله راه كيجيو رائع. وفعلا وبدل ما الوليدات ياخذوا شيبس هكا وفيه بزاف المواد المصنعه، يعني هادو تبارك الله كيجيو زوينين وكيكونوا مخدومين على ليد. اشنو المذاق كيجي يعني غالب بزاف فعلا. وبالصحه والراحه، الله يعطيك الصحه والله يعطيك الخير، شكرا لك بزاف. بارك الله فيك اختي سناء، تحياتنا لك، مشكوره جدا اختصاصية فان طبخ الحلويات نزهه من طنطان، نوعت لنا اقتراحات مناسبين سواء هكا في العراضه، وكذلك بالنسبه لهذ الاقتراحات خاصه بالوليدات وهذ الفقيقسات العاشوره، وممكن اننا يعني نستعملوهم على مدار السنه.